السلام عليكم والصلاة والسلام على من يطيب بذكره الكلام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأهلا بكم متابعينا الأعزاء. أطلق عليها القدماء المصريون شجرة الحياة منشأها الأصلي بلاد الهند، تنتشر في أغلب دول العالم وبأسماء متعددة مثل شجرة الرحم وشجرة اليسر وغصن البان والحبة الغالية وشجرة الرواق والسوم البري وفجل الحصان وعصا الطبلة. أما اسمها العلمي فهو مورينجا أوليفيرا، وهي شجرة أو نبات دائم الخضرة يتحمل الجفاف ويستطيع الاعتماد في نموه على الأمطار فقط. يمكنه التأقلم مع كل البيئات، ويزرع على جسور الترع والمجاري المائية والحدائق المنزلية، وقد يصل سعر الكيلوغرام منه إلى 1000 جنيه مصري وقد يزيد، وقد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار. وأوراقها وثمارها وبذورها لها قدرة عجيبة في القضاء على العديد من الأمراض، كما أن لها استخدامات سنتعرف عليها معا أحبائي في الله، ولن أطيل عليكم. فأوراق المورينجا تحتوي على فيتامين ألف ب4 أضعاف مثيله في الجزر، وعلى حديد 25 مرة ضعف مثيله في الحليب، و3 أضعاف مثيله في السبانخ، وعلى فيتامين سي وبروتين 8 أضعاف مثيلهما في الزبادي، وعلى فيتامين سي ب7 أضعاف مثيله في البرتقال، وعلى بوتاسيوم 3 أضعاف مثيله في الموز، وعلى البيتا كاروتين، وعلى 4 أضعاف ما يحتويه الحليب من الكالسيوم، وعلى 2 مثيله من البروتين. وقد أوضح الدكتور والباحث المصري أنس حسين المتخصص في الدراسات النباتية أن الأبحاث أثبتت الدور الإيجابي في استخدام أوراق المورينجا كعامل مضاد للفطريات والبكتيريا والاكتئاب ومحاربة السكري والألم والحمى وعلاج الربو والمساعدة في علاج سرطان المبيض والكبد وسرطان الرئة والجلد، وكغذاء للمرضعات لدوره الفعال في زيادة إدرار اللبن. وعصير أوراق المورينجا يخفض ضغط الدم المرتفع ومضر جدا للبول. أما الثمار فتقاوم العمى، فالبيتا كاروتين يقوي الجهاز المناعي والعصبي لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين B1 وB2 وB3 وفيتامين ه، وتقي من أمراض القلب والتهابات المفاصل لغناها بالأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 الذي يعالج فقر الدم والأنيميا، وتعمل على توازن كل من مستويات الكوليسترول ومستويات السكر بالدم. كما تحتوي أوراق المورينجا على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التي تعتبر عنصرا أساسيا من عناصر تكوين البروتين في الجسم. وقد أوضح الدكتور أنس حسين أن نبات المورينجا يحتوي على مضادات للبكتيريا تستخدم في الأغراض الطبية والعلاجية الهامة والمختلفة، وبذور المورينجا يستخرج منها زيت حلو المذاق يتميز بأنه غير قابل للتزنخ ولا ينبعث منه دخان أثناء احتراقه، مما يجعله من أفضل زيوت الطعام، ويدخل في صناعة بعض العطور وكريمات العناية بالشعر ومصدرا للطاقة والوقود. وما يتبقى من البذور بعد استخراج الزيت منها يستخدم في تنقية المياه في المناطق التي ليس فيها محطات تنقية للمياه في أفريقيا، لما له من قدرة عجيبة على تجميع وترسيب الشوائب. كما يمكن استخدام القرون وهي خضراء في الأكل، واستخدامها جافة في الطعام أو استعمالها كالفول السوداني والحمص. وإن أعجبكم الفيديو فضلا ادعمونا بالاشتراك في القناة مع الضغط على علامة الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.